هذا الحرف موجود عندنا بالآلاف وموجود في كل منطقة، وهو الآن الشعر الرسمي للغة الأمازيغية. هو الشعر الرسمي للغة الأمازيغية، وهو أصلاً من جنوب الجزيرة العربية، من جنوب عمان، لكن هو معروف، هذا واضح. وهذا معروف، هذا هو عندنا آلاف منهم موجود في كل النقوش اللي موجودة في القديمة ضفار. جداً القديمة جداً في ضفار. ذهبنا إلى الحروف الموجودة في المغرب العربي، وهي حروف التفناء اللي هو البربر، الحروف البربرية تحت اسم التفناء وتحت اسم الحروف اللوبية. وطبعا وضعت قائمة هنا بين الحروف التفناء وبين الحروف اللوبية ومقارنتها بالحروف الموجودة في ظفار. هذه قائمة طبعا بهذه، ثم طرحت قائمة أخرى. هذه القائمة الأخرى هي نفسها، ولكن في بعض الحروف اللي موجودة في حروف التفناء لا وجود لها عندنا في ظفار، وقيل لي بأنها حروف مخترعة من قبل التفناء أو البربر، بعض البربر. هذه طبعا الحروف وضعتها لكي يفهم الإنسان ما هي الحروف الموجودة عندنا من حروف التفناء وما هي الحروف اللي غير موجودة عندنا من حروف التفناء. هذه الحروف طبعا نفسها هنا، لكن في بعض الحروف ليست موجودة عندنا، مثل ما سبق وشرحت. هذه قائمة صغيرة، هذا حرف عند التفناء اسمه حرف الزاي، هذا موجود عندنا بالآلة، ونحن ندعو الإخوة الأمازيغ في المغرب العربي العروبيين وغير العروبيين أن يأتوا إلى ظفار وينظروا إلى هذه الحروف، إلى هذه الحروف في الكهوف وعلى الأحجار وفي كل مكان. وطبعا أنا أجوني قبل سنتين الدكتور محمد علي عيسى ليبي، وهو أمازيغي، والدكتور محمد الأسود، واطلعوا على هذا في مجموعة كبيرة من الكهوف والمناطق الأثرية اللي موجودة عندنا، ووجدوا هذا الحرف بالآلاف وبالمئات، وجدوا طبعا في الأماكن اللي شافوها هذا الحرف موجود عندنا. أنا لم أضع هذا الحرف موجود عندنا في ظفار، لكن لأنه لن يكون أكثر تكرارا فبدير هذا الحرف اللي هو أكثر تكرارا في الكتابات في ظفار، ووضعته ليمثل الحرف هذا اللي هو أكثر تكرارا من ضمن الأبجدية الشعرية أو الأبجدية الظفارية، اللي يعتقدون كثير من المؤرخين وعلماء اللغات بأن اللغة الشعرية لغة عربية قديمة هي المرشحة لتكون لغة هذه الكتابة، تمام؟ إذا هذا الحرف الأمازيغي موجود عندنا في ظفار وموجود في كولورادو في أمريكا، ولا وجود له في بقية الأبجديات، تمام؟ هذا الحرف اللي هو أكثر تكرار وضعته في كتابي، لم أضع هذا الحرف لأن هذا الحرف أكثر تكرارا. هذه الحروف اللي موجودة هنا الأمازيغية لا وجود لها عندنا، وقيل لي بأنها حروف مخترعة، تمام؟ إذن هذه المقارنات بين الكتابات.